الماضي على أسعار برنت. برنت الآن عند 81.25 دولار. طبعا نذكركم مشاهدينا بأنه خلال تداولات هذه السنة تحركت أسعار برنت في نطاق 10 دولار ما بين 73 و 83 دولار للبرميل، لكن على مدار آخر أسبوعين تقريبا منذ 7 فبراير برنت يتداول فوق عتبة 80 دولار للبرميل. لم يغلق برنت دون مستوى 80 دولار للبرميل منذ 7 فبراير. للمزيد حول أسواق النفط ينضم إلينا مباشرة من لندن الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس. يوسف أهلا بك، شكرا انضمامك إلينا. دعنا نتحدث قليلا عن بقاء أسعار النفط في آخر أسبوعين منذ تحديدا 7 فبراير فوق عتبة 80 دولار للبرميل. إلى أي درجة تعتقد بأنه العوامل الداعمة لهذا ستستمر في دعم سعر النفط فوق عتبة 80 دولار على المدى القصير على أقله؟ أهلا وسهلا أخي ناصر، ودائما سعيد في الحديث مع العربية. طبعا نلاحظ طبعا مع بداية السنة كان هنالك في نوع من اللي هي الضغوطات اللي واجهتها الأسواق، خصوصا انه كنا طبعا هي الفتره هذه كانت تشهد من انخفاض الطلب، وايضا كانت ايضا تشهدها هي مراحل اللي هي الريسيشنز، او انه كان هنالك نوع من الارقام اللي هي ارقام الركود الاقتصادي خصوصا في اقتصادات الغربيه. ايضا علينا نوعا ما اسعار الفائده نوعا ما هي لا زالت مرتفعه، وايضا التوقعات اللي يتم هو البدء في تخفيض اسعار الفائده في العام 2024. لكن طبعا يعني طبعا هنالك حاليا التخفيضات القويه التي قررتها اللي هي تريد من دول اوبيك بلس حتى اللي هي طبعا مستمره حاليا حتى شهر ابريل، فدعمت بشكل نوعا ما اللي هي الاسعار اللي نشوف اللي هو المستويات الاسعاريه اللي بالمستويات اللي شهدناها في 2024 لانها كانت تتداول الاسعار عند $75 او حتى ايضا اقل من $75، لكن احنا نشاهد ايضا تجاوز ال $71 خصوصا للبرنت. فانا في تصوري انه المستويات اللي نشوفها حاليا قد تدعمها لو مثلا شفنا اعلانات في الشهر، خصوصا احنا مقبلين على شهر مارس، فاعتقد انه قد نشاهد نوعا ما من اعلانات انه وضع التخفيضات الطوعيه اللي اتخذتها العديد من دول اوبك بلس طبعا تشمل المملكه العربيه السعوديه ودول اخرى في وضعيه هذه التخفيضات ما بعد شهر ابريل. طبعا كثير من المحللين يتوقعون انه يكون هنالك في تمديد لهذه التخفيضات الى نهايه الربع الثاني، وقد يكون ايضا ما بعد الربع الثاني من العام الحالي، وبالتالي في تصور انه الاسواق قد تكون نوعا ما مقبله على فتره جيده هي البولش فاكتور. ايضا قد تدعمها اذا احنا طبعا منتصف العام هذا طبعا اكثر المحللين يتوقعوا انه يكون هنالك نوعا ما من البدء في تخفيض اسعار الفائده. مثلا في البنك اوف انجلاند يتوقعوا ان اسعار الفائده تنخفض من اللي هي 5.25 حتى اللي هي 4.5%، يعني قد نلاحظ او قد نشاهد 3 تخفيضات متتاليه في العام الحالي. ولكن دكتور يوسف دعنا نتحدث قليلا عن هذه النقطة تحديدا، لأنه على مدار الأسابيع الماضية هذه التوقعات حول تخفيضات نسب الفائدة انحسرت، يعني كانت الأسواق تسعر في الولايات المتحدة تخفيضات هذا العام ب 150 نقطة أساس، اليوم نتحدث عن 90 نقطة أساس، فبالتالي إلى أي درجة تعتقد بأن هناك يعني قناة تنقل هذه التوقعات المنحسرة إلى التوقعات حول أداء الطلب العالمي على النفط خلال هذه السنة؟ هو في طبيعة الحال أخي ناصر لما نجي ننظر للطلب أو نوعا ما الطلب في السنة هذه حيكون نوعا ما متمركز في الهند. الصين نوعا ما عندها نوع من هو التباطؤ في خصوصا في موضوع ازمه العقار، وايضا الاقتصاد الصيني لم يكن او لن يعود في الموضوع انه هو اللي هو الطلب اللي يدعم الطلب النمو العالمي زي ما كنا نشوفه في السنوات الماضيه، لكن اعتقد الهند وجنوب اسيا هو اللي حيتركز عليها موضوع هو النمو السنه هذه. ايضا لا ننسى انه حتى في الاقتصادات هنا في اوروبا
نوعا ما في سيكون هنالك في انتعاش، خصوصا لما اذا كان هنالك في تخفيض الاسعار الفائده، وهذه بطبيعه الحال لو مثلا كان الطلب او اللي هو الارتفاع او النمو الاقتصادي السنه هذه عند 2.9% ستكون نوعا ما ارقام جيده، وبالتالي ستنعكس على الطلب العالمي. لكن كانت الطاقه الدوليه تتوقع لك انه عند المليون برميل، اوبك تتوقع عند المليونين و200 الف صحيح برميل. فلو نبي ناخذ الافرج بين الاثنين يمكن نشوف يعني عند المليون ونصف مليون برميل السنه هذه، فاعتقد انها ارقام جيده مقارنه في الارقام اللي شفناها قبل الجائحه. يعني ما قبل الجائحه كنا نشوف الطلب من مليون و200 الف الى مليون ونصف مليون برميل، فاعتقد انها سنه يعني باذن الله تكون يعني سنه متفائله. نعم لكن شكراً. انا اكثر ما اكون شكرا، أنا آسف على مقاطعتك يوسف، لكن انتهى وقتنا. دكتور يوسف الشمري، رئيس تنفيذي لسي ماركتس، مباشرة من لندن، أهلا بك.